السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل حرب، ودخل يحارب من أجل امرأة من نساء المسلمين، بسبب أراد رجل كافر أن يرفع ملابسها. كانت بتلبس اللبس الواسع، اللي كانت بتلبس اللبس الكامل الإسلامي بجد. واحد من الكفار أراد أن يرفع الملابس بتاعتها دي، الرسول عليه الصلاة والسلام حارب من أجلها. والرجل اللي كان عايز يرفع ملابسها ده، واحد من المسلمين قتله في ساعتها، والمسلم اللي قتله تلموا عليه الكفار وقتلوه في ساعتها. بسبب واحدة مات رجل كافر ورجل مسلم. طب وكل أب وكل أم اللي بينزل بنته من غير ملابس الأيام ديت، أنت مبسوط كده؟ انت بجد المفروض يتعمل حرب عليك بجد. انت بجد مش اب، ده انت الحديث اللي بيقول لا يدخل الجنة ديوس. احنا عدينا مرحلة الديوس. الديوس ده اللي ما بيغيرش على اهل بيته، لكن ده انت ما بتغيرش على بنتك ولا على مراتك ولا على اي حد، وسيبها تنزل باللبس ده. الحديث ده لما نزل كان نازل عشان الناس اللي ما بتغيرش على بناتها وعيالها بيسيبوهم ينزلوا الشارع، بس كانوا بينزلوا باحترامهم وبأدابهم وبلبسهم المحترم. انت دلوقتي سايب بنتك تنزل باللبس ده ازاي؟ بنتك البنطلون بتاعها المقطوع وركبتها طالعة بره وجسمها عيان من كل حتة، بنتك اللي شعرها طالع من تحت طرحتها ده، وانت مراتك لما تيجي تشوفها بالمنظر ده وتقول ده انا مراتي تعرف شاب عليا ولا راجل تاني عليا. مراتك لما تشك فيها انت مش عايز تشك فيها ازاي وان هي بالمنظر ده؟ مش عايز تعرف راجل عليك ازاي وهي اساسا هتخلي الشباب كله يبصلها؟ انت راجل ازاي وبانه شكل؟ حرام عليك، بنتك ديت مش هتجيب لك عريس محترم، هتجيب لك عريس بالشكل ده، هتجيب لك عريس بيحب المنظر اللي هو شايفه ده، مش هيجيب لك راجل محترم ابدا، مش هيجيب لك راجل يعرف ربنا ابدا، لان لو يعرف ربنا مش هيخطب واحده بالمنظر ده. مفيش شاب محترم ولا يعرف ربنا يروح يخطب واحده لبسها ضيق ولبسها بالشكل ده سايبالي شعرها. والرجاله اللي بتتجوز بنات محترمه ويروح يبوظها، والله العظيم بجد كان في بنات عمرها ما لبست البنطلون مرة واحدة، لما اتجوزت جوزها هو اللي راح جاب لها البنطلون عشان تلبسه. عايز مراتك على الموضة؟ عايز مراتك على الموضة لمين؟ لأن الناس في الشوارع؟ طب مراتك دي تلبس لك في البيت اللي انت عاوزه، عشان دي مراتك انت مش للناس في الشوارع. انتوا بتعملوا ايه بجد؟ انتوا رجالة ازاي؟ شايفين نفسكم رجالة بأنه منظر وبأنه شكل؟ والله العظيم حرام عليكم بجد، حرام اللي انتوا بتعملوه في نفسكم وفي بناتكم وفي ولادكم ده، بجد حرام. في أب شاف بنته ماسكة التليفون في يوم وقال لها بتعمل ايه؟ في أب في الأيام دي شاف بنته بتتكلم في التليفون قال لها بتكلمي مين؟ في أب شاف بنته ماسكة التليفون وعلى النت فاتحة الواتس وفاتحة الفيس ومسك التليفون من إيديها وشاف هي بتكلم مين؟ انت اب ايه انت؟ اقسم بالله هتتحاسب على كل حاجة بنتك وصلت لها. بنتك اللي بتكلم بدل الواحد عشرة، بنتك بدل اللي بتلبس لبس ضيق بتلبسه مقطع، وبنتك بدل اللي بتطلع شعر من تحت الطرحة بقت سايباه كله عريان قدام الناس في الشوارع، أقسم بالله تتحاسب على كل ده.
بنتك اللي انت بتديها فلوس تشتري رصيد وتشحن رصيد عشان خاطر تتكلم شباب على التليفون، انت السبب، انت اللي خليتها توصل لكده. فين الاب اللي بيحكم على بنته مش تشيل تليفون في الايام دي، او لو جاب تليفون يبقى فيه رقابة كل يوم على التليفون ويمسك تليفونها ويفتش في تليفونها؟ انت اب ازاي؟ انت اب بالكلام؟ اب كده عايز ولاده خلاص يبقى عندك ولاد، لكن لا بتحكم عليهم ولا بتربيهم ولا اي حاجة. البسوا اللي هم عايزينه، كلموا اللي هم عاوزينه، انزلوا في الوقت اللي هم عايزينه، وانت ولا حياة لمن تنادي. هتتحاسب، والله العظيم هتتحاسب على كل ده. خاف على بناتك، خاف على مراتك، خاف على مراتك عشان ما ترجعش تندم. كل واحد سايب مراته في أول الطريق شايلة التليفون ومش بيبص فيه، ومش بيراقب مراته هي بتعمل ايه في التليفون، مش بيمسك تليفون مراته ويجي بعد كده يقول لي ده مراتي كانت بتكلم راجل على النت، ومراتي كانت بتكلم راجل على الواتس، ومراتي كانت بتكلم راجل على الفيس. هو الحاجات دي ما كانتش قدامك؟ الحاجات دي انت ما كنتش تعرف ان هي بتتكلم على الفيس؟ كنت تعرف بس ما كنتش عايز تعرف هي بتكلم مين. انت سايبها هي ونفسها كده. بالله عليك خلي بالك من مراتك. الطلاق زاد والزنا زاد، وبنرجع نندموا في الآخر بسبب إن إحنا سيبنا في الأول وعملنا نفسنا مش واخدين بالنا في الأول. كل ده بسببك. مفيش ست بتحب راجل ما بيحكمش عليها. الست نفسها في راجل يحميها ويخاف عليها، مش راجل سايبها. ولو الست ما لقيتش فيك الراجل ده أكيد هتجيبه من بره، هتدور عليه، والله العظيم هتدور عليه بجد، هتدور عليه على الفيس، هتدور عليه في أي مكان، وهتجيبه وهتتكلم معاه. أقسم بالله العظيم ناس بنات كانت متجوزة سابت جوزها، أقسم بالله وهربت معاه شباب تاني عشان اتعرف عليها على الفيس، سابت جوزها خالص وراحت للراجل التاني ده. عشان ايه؟ الشيطان خيلها في مخها ان اللي بيكلمها ارجل من جوزها، لكن بالعكس أقسم بالله غير كده خالص، لكن هو الشيطان اللي عمل كده. الشخص التاني اللي هو المفروض جوزها ده هو رقم واحد في المشكلة، وهو السبب الرئيسي، إن هو اللي ساب لها حياتها زي ما هي عايزة، هو اللي ساب لها التليفون، هو اللي ساب لها حياتها زي ما هي عايزة. أقسم بالله العظيم حصل بجد، سابت جوزها وهربت راحت لواحد تاني، وبعد جوزها ما وصل لها قالت له أنا مش عايزاك وطلقها. ليه كل ده؟ ليه وصل للطلاق، وصلت لان هي تهرب وتسيب، ووصلت بقينا بنشوف في الشارع اقسم بالله يعني عمر ما حد شافه، اللي كنا بنشوفه في الافلام، والافلام الاجنبي كمان ما كانتش في الافلام العربي، بقينا بنشوفه في الشارع عادي كده. العيب مش من البنات والله العظيم، العيب من كل راجل، او حرام ان احنا نقوله عليه راجل كمان، موجود في البيت بتاع البنت دي. كان اخ، كان اب، كان جوز، او اي حاجة، اقسم بالله العظيم حرام نقوله عليه راجل بجد. اما يخرج بنته بالشكل ده، واحد يخرج مراته بالشكل ده وخارج معاها ولابسه بنطلون وقاعده جنبه ولابسه ضيق
سايبه شعرها او مطلعه شعرها من تحت الطرحه، اقسم بالله العظيم حرام نقول عليه راجل. وده بجد اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ديوس لا يغير على اهل بيتي. انت مبسوط وانت ماشي بمراتك بالشكل ده، وانت بنتك وهي جايه تاخد منك فلوس عشان تنزل الشارع شايفها بالشكل ده وبتديها فلوس وبتقول لها انزلي، انت كده راجل؟ اقسم بالله العظيم ما شفت رجوليه في حياتك، ولا تعرف يعني ايه راجل. كلمه راجل اللي في البطاقه دي اقسم بالله العظيم حرام ان هي تبقى موجوده عندك في البطاقه. شايف بنتك بالشكل ده سايبها تخرج ليل ونهار؟ سايبها تخرج؟ ده بنتك لو عرفت شاب من وراكو، الشاب بيحكم عليها اكتر منك، بيفضل يقول لها البسي والبسي والبسي، وما تلبسيش ده عشان ضيق، وما تلبسيش ده عشان واسع، وانت قاعد في البيت مالكش لازمه. انت شايف نفسك راجل ازاي بجد؟ ما شفتش حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه ديوس؟ انت ازاي ما بتغيرش على اهل بيتك؟ الرسول عليه الصلاه والسلام هيسالك على بنتك، كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، يا كل اب محترم، يا كل اب محترم قاعد في البيت مالكش لازمه، بنتك دي حرام عليك بجد، هتتسأل عليها يوم القيامه. بنتك اللي ماشيه في الشوارع ليل ونهار والشباب بيبصوا عليها، ربنا هيحاسب مين؟ هيحاسبها هي ولا هيحاسبك انت؟ حرام عليك بجد، حرام عليك، بنتك ديت مش هتجيب لك عريس محترم. والراجل اللي سايب مراته شغالة ده، طبعا الست على راسي من فوق اشتغلي براحتك، بس تشتغلي فين؟ في مكان فيه رجالة ولا مكان فيه ستات؟ كل حاجة ليها حاجة لوحدها. هتشتغلي تبقى تشتغلي في مكان كله ستات، الشغل مش عيب ولا حرام، دي مكانك المفضل بيتك، بس مادام ان انت محتاجة يبقى تختاري المكان الصح. بس خلينا في جوزك دلوقتي، جوزك اللي شايفك انت رايحة الشغل ومعاكي رجالة وبتقعدي في مكتب مليان رجالة، موافق على كده؟ يبقى انت راجل ازاي؟ طب هي لابسه ايه وهي نازله؟ اخدت بالك؟ طب ما قلتلهاش اي حاجه؟ طب فين الغيره؟ عادي كل ده؟ يعني ربنا حرم عليكم بجد الجنه بجد؟ انت اقسم بالله مالكوا الا النار بجد، لا يدخل الجنه ديوس بجد. ده انتوا بقينا في مرحلة انتوا عديتوا الديوس بشوية كمان، بجد ده حرام عليكم بجد. ده الديوس ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال، لما قال لا يدخل الجنة ديوس، كانت حاجات بسيطة كده بتعدي منه، كانش بيغير عليها قوي، كانت حاجات يعني زي الهوا كده بتروح منه كده من الغيرة. لكن ده احنا بسم الله ما شاء الله عدينا، مش ده احنا عدينا الديوس بمراحل. اللي مراته رايحه الشغل وشغاله مع رجاله عادي، نازله بلبس تقعد مع الرجاله في مكتب واحد عادي، شعرها طالع من تحت الطرحه عادي، برفان عادي، انت بجد مش موجود. يا عم بالله عليك، بالله عليك اتقي ربنا في بناتك ومراتك بقى، بالله عليك اتقي ربنا فيهم. الراجل اللي بيشغل بنته وهي لسه في الثانوية، ولا بيشغل بنته قبل الكلية بيقولها روح اصرفها على نفسك، انت راجل ازاي؟ ده انت الراعي بتاعهم، ده انت اللي بترعاهم، ده انت اللي هتتسأل عليهم يوم القيامة. ده في بنات وأمهات بيبقى الأب مات والأم بتصرف عليهم من المعاش،
من معاش الراجل اللي مات ده، الأم بتصرف عليهم وبيطلعوا أحلى بنات في الدنيا، وأنت عايش وبتخلي بناتك تشتغل تقي ربنا في ولادك، وبتشغلهم فين؟ الناس اللي بتبعتهم في الشغل بيبقوا تلاقي العربية مليانة، عربية شركة ولا عربية مكان، أي مكان يروحوا يجمعوا برتقان ولا يجمعوا في أي حتة. أقسم بالله البنات بتبقى راكبة، كله راكب على بعضه، ولاد وبنات وشباب، والأب عارف بس مش عامل حسابه، يعني إن بنته بتجيب فلوس وخلاص. بس في موضوع الركوب العربية وموضوع ده هو عامل نفسه مش واخد باله. في صنف غريب خالص، صنف غريب تكلمه في التليفون تقول له ألو أنا جاي لك البيت، يقول لك روح للبيت أنا في مشوار وجاي لك. تسأله تقول له مين اللي في البيت طيب راح استناك، يقول لك روح هتلاقي مراتي وأمي قاعدة في البيت. هتبعت صاحبك راجل يقعد مع أمك ومراتك في البيت لحد أنت ما تيجي؟ أنت راجل إزاي؟ انت راجل بأنه شكل؟ والمتخلف التاني اللي رايح ده بيوافق ويلا انا رايح لك وهستناك ما تتأخرش، انت رايح تقعد مع مين يا عم انت؟ انتوا بتعبدوا ربنا ازاي؟ فين الغيرة وفين الإحساس وفين الرجولية وفين فين الرجولية اللي مش عارف اقول لكم ايه. اقسم بالله انتوا ازاي بالشكل ده؟ الشباب بتاعت الايام ديت اللي بيبقى بيجهز في شقته وبيبعت خطيبته ولا مراته تقف مع الناس اللي في الشقة لوحده عشان هو شغال ولا في داهية، انتوا بتفهموا ازاي؟ انت مراتك ديت زي ما انت عجبت بيها ورحت خطبتها، في ناس تانية بتبص لها بعينيها زي انت ما بصيت لها وهي عجبتك عشان منظرها، لا فكرت في دينها بقى ولا فكرت في حاجة غير ان عجبك منظرها ولبسها وشياكتها. زي انت ما فكرت في كده في ناس تانية بتفكر بنفس المنطق، في شباب تانية بتبص لها نفس البصة اللي انت بتبصها لها. اللي بتبعتها تقول لها روحي شوفي وقفي في الشقة في ناس شغالة هناك، وان انت بتبعت مراتك تشتري الحاجات من تجيب الطلبات هي من الرجالة، واللي بتخليها تروح تتفق لك في حاجات. انت راجل ازاي؟ راجل بأنه منطق؟ انت شايف نفسك كده؟ انت مرتاح كده؟ طبعا مفيش بعد كده. راجل ازاي بجد؟